للمزيد حول اتهامات صحيفة القبس الكويتية لحكومة بغداد بالابتزاز، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، بداية مرحبا بك. اتهامات أوردتها صحيفة القبس الكويتية مشفوعة بمراسلات ومحاضر رسمية تكشف عن محاولات الحكومة في العراق ابتزاز دولة الكويت. ما الذي يدفع الحكومة في بغداد لسلوك هذا المسلك برأيك؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني كما هو واضح أن هذا الابتزاز اللي تقوم به الحكومة العراقية الجديدة للكويت هو نتيجة لفشل زيارة أو مهمة وزير المالية حينما زار الكويت وحاول طلب الدعم والمساعدات المالية من الكويت، ويعني ربما هذا كان مرفوض من قبل دولة الكويت. لذلك هم يجدون ملفات التي غالبا ما يرجعون إليها، وهو ملف الحدود الكويتية العراقية سواء منها البرية أو البحرية، لإثارة الضغوط على الكويت لكي تقدم مساعدات. ولكن يعني أنا ما أرى أن يعني صدور هذا التقرير على صحيفة كويتية ربما هو إشارة أو ضوء أخضر من ليس حكومة الكويت فقط، إنما من دول الخليج جميعها، بأن هناك عدم رضا من قبل هذه الدول على حكومة الكاظمي كونها لم تنفذ ما ادعت بأنها ستقوم به، وهو إعادة التوازن لعلاقات العراق الخارجية ما بين إيران وما بين الدول العربية الأخرى، حيث لم نلمس أي توازن في هذا الشيء. وفي الوقت الذي يقوم العراق بابتزاز دول الخليج وعمليات الاستجداء التي يقوم بها من قبل دول أخرى، هو يحاول رفع سقف التبادل التجاري مع إيران إلى مبالغ خيالية كما أعلنها الرئيس روحاني بمقدار 20 مليار. تقصد الحكومة في العراق؟ تقصد نعم. الحكومة في العراق، الحكومة الحالية في بغداد تستغل عددا من الملفات العالقة مع الكويت للضغط لجلب بعض القروض أو الهبات أيضا. استراتيجيا أستاذ نظير، ما أثر مثل هذا السلوك على الأمن الحدودي بين البلدين؟ يعني تبقى هنا المشكلة هذه عالقة منذ يعني الحرب العراقية الأمريكية يعني بسبب الكويت، هي لحد الآن قائمة بسبب الإجحاف الذي حدث في ترسيم الحدود ما بين العراق والكويت. لذلك تجد هذه المشكلة غالبا ما تتجدد. وأنا يعني في هذا الحديث أنا أقول أيضا الكويت ليست بريئة جدا في هذا الموضوع، فهي حاولت أيضا استغلال العراق واستغلال ضعفه، بل وصلت إلى مرحلة إرشاء بعض المسؤولين العراقيين لغض النظر عن هذا الإجحاف الذي حدث في ترسيم الحدود. ويعني أعتقد هذه المشكلة ستبقى ربما إلى أمد بعيد، كون أن يعني لا من الجانب العراقي هناك رغبة في حل هذا الإشكال ولا حتى من الجانب الكويتي. الآن الحكومة العراقية تحاول استغلال هذا الملف للحصول على مساعدات كويتية، بالمقابل الكويت تقول أننا قد تعهدنا بدعم العراق بملياري دولار في مؤتمر المانحين، لكن الجانب العراقي لم يقدم المشاريع التي سوف ندعمها بهذا المبلغ، ذلك لأن الحكومة العراقية تريد المبلغ كاش يعني نقدا هي تتصرف به، و يعني يذهب الى ما يعرضها يعني لعمليات فساد. طبعا طبعا، يعني احد الاسباب المهمه التي تحج يعني تجعل دول العالم ومن ضمنها الكويت ان تحجم عن تقديم الاموال للحكومه العراقيه، كونها على علم مسبق بان هذه الاموال لا تذهب الى مشاريع الاعمار، انما تذهب الى جيوب الفاسدين. هذا هو اهم سبب لعدم الدعم. يعني نظام سياسي يصفه البعض أنه نظام متهالك، يعني لم يستطع ضبط الداخل العراقي وليس له القدرة على السيطرة على نفوذ الميليشيات المتصاعد في العراق، ماذا يملك من أوراق للضغط حتى يمكن له أن يستخدمها في ابتزاز الدول؟ نعم، يعني أنا أعتقد بالعكس، مثل هكذا نظام فوضى، مثل هكذا نظام لا توجد فيه حكومة مسيطرة على البلد بشقه الأمني والسياسي، هو البلد الذي يمكن أن يكون مصدر خطر لدول الجوار.
يعني بلد مثل العراق الذي تنتشر فيه الميليشيات والتي تسيطر على الوضع الأمني ممكن أن تشكل تهديدا أمنيا على الكويت وعلى السعودية وغيرها من البلدان، وقد حدثت هذه الأمور وحدثت مثل هكذا تهديدات، وحصل أن قامت إحدى الميليشيات أعتقد قبل 3 أو 4 سنوات بضرب صواريخ على الجانب الكويتي، كذلك هناك تهديدات كانت من بعض الميليشيات على الجانب السعودي. لذلك التعامل مع دولة لا يعني الحكومة فيها لا تمتلك السيطرة على إدارة الملف الأمني هو مصدر هذا الخطر، ونرى أن الحكومات العراقية تستفيد من هذه الصفة وتستفيد من انتشار الميليشيات عندها لمحاولة ابتزاز الدول المجاورة لأخذ يعني الإعانات المالية، ويعني عبارة عن عملية بلطجة تقوم بها الحكومة العراقية مستفيدة من هذه الميليشيات. نشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري.